الشباب بطاقته وأفكاره هو الركيزة الأساس في تقدم المجتمعات وازدهارها. وحينما وجدت تلكم الطاقة القواعد السليمة المنظمة والداعمة لها، انطلقت في آفاق الإنجازات. وذلك ما تمثله الأندية في سلطنة عمان، والتي عملت منذ تأسيسها على أن تكون الحاضنة لإبداعات جميع المراحل السنية وصقلها وتنميتها، حتى تكون قادرة على المنافسة دولياً وإقليمياً ومحلياً. وتكريماً للأدوار العظيمة التي تقوم بها الأندية في شتى المجالات، برزت فكرة مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، دعماً للإنجازات الرياضية والثقافية، وتشجيعاً لجهود الأندية العمانية، وتمكيناً للشباب العماني، فهم حاضر الأمة ومستقبلها. ومنذ انطلاقها في العام 1998، شكلت مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب رافداً مهماً ساهم في رفع مستوى إدارة الأنشطة الرياضية والشبابية لدى الأندية وتعزيز مكانتها في المجتمع. فخلال 24 عاماً تنافست الأندية من جميع محافظات سلطنة عمان في إبراز إبداعات منتسبيها وإجادتهم في مختلف الرياضات الجماعية منها والفردية، بجانب الأنشطة الثقافية، وصولاً إلى منصات التتويج في المحافل المختلفة. لأكثر من عقدين من الزمن، والمسابقة الأغلى تحظى بتطوير مستمر يتناسب مع كل مرحلة ومستجداتها. أشركت خلاله الأندية كونها الغاية الأسمى من المسابقة، وللأدوار التي تقوم بها في دعم النشء والشباب والمجتمع بشكل عام، بجانب المبادرات الأخرى التي تشرف عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب.